رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اهلا وسهلا بكم في هذه المحاضره الحيه رقم 5 من مقرر إدارة الجولة الشاملة، الفصل الأول من العام الدراسي 1439-1440. وكنا توقفنا في المحاضرة السابقة في مستوى المحاضرة المرئية رقم 8، وأمامكم الكويز الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 8. قسم إذن كروس بي التكاليف إلى فئتين: ألف، التكاليف المقبولة والتكاليف غير المقبولة، باء، التكاليف المقبولة والتكاليف الخفية، جيم، التكاليف المقبولة والتكاليف المعقولة، دل، جميع ما ذكر. وفي هذه المحاضرة وصلنا تقديم بعض العلماء الذين ساهموا رواد الجودة، منهم فيليكس كروسبي الذي يعني أول من نادى بالعيوب الصفرية وربط بين مستوى الجودة والأرباح المتحققة، يعني أنه كلما ارتفع مستوى الجودة تنخفض التكلفة وتزيد الأرباح، وأكد على أهمية الإدارة العليا في دعم الجودة وعلى أداء العمل بشكل الصحيح من المرة الأولى. وقسم التكاليف إلى فئتين: التكاليف المقبولة والتكاليف غير المقبولة. وبالنسبة لتوم بيترز، اعتبر بيترز المحور الجوهري والمركز كعملية تحسين الجودة، اعتبر القيادة هي المحور الجوهري والمركز كعملية تحسين الجودة، تحدث عن إدارة من أجل القيادة، وأشار إلى دور القائد كميسر، وتحدث عن ما يسمى القيادة بالتجويد والتي تمثل تحسين التواصل مع العاملين والزبائن. وبيترس يقول أن محاضرة واحدة إلى الآن يعني لم تعطي العمادة التعليمات لمحاضرتين. فإذا يعني نواصل الآن في المحاضرة الحية رقم إن شاء الله يعني متعود عليه انهم الرواد، وان شاء الله نرجحهم يعني في اخر هذا المقرر. فاذا المحاضره رقم 8 لم نقدمها. فاذا حسب بيترز فان القائد كلما اتجه لتطبيق هذا المدخل فانه سيحقق 3 مهام، وهي الاستماع للاخرين والتوجيه والتعليم والتيسير. وايضا قدم نموذج ماكنسي 7S، وهو يعتمد على التفاعل بين 7 ابعاد: القيم المشتركه، الاستراتيجيه، المهارات، العاملين، نمط الاداره، النظم، والهيكل. ثم قدمنا الرائد الامريكي مالكوم بالدريتش، وهو يعني وزير تجارة أمريكي وجائزة الجودة في أمريكا باسمه، وسميت باسمه لأنه يعني ساهم في تطوير الجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الجائزة منحت في أول مرة لثلاث مترشحين، 2 من قطاع الصناعة، هما شركة موتورولا وفرع في شركة ويسترن هاوس إلكتريك وشركة بلوك ميتاليرجيكال، واحدة من الشركات الصغيرة. ثم جون أوكلاند هو من بريطانيا، وبالنسبة لأوكلاند الجودة تبدأ عند مستوى القمة،
والإدارة الجيدة هي التي تضع رغبات المستهلك نصب عينيها عند اتخاذ القرارات. وقد عرف إدارة الجودة شملة على أن الوسيلة التي تدار بها المنظمة لتطوير فاعليتها ومرونتها ووضعها التنافسي. ثم قدمنا وتر شهاد، يعني شهاد هو يعني الأستاذ ديمينج الجودة تحدث عنه سابقا، ولكن ديمينج اشتهر أكثر من والد شهاد. وشهاد أيضا أول من تفهم أهمية دور العامل، و يعني تحدث عن أهمية الكفاءات، وأيضا له ما يسمى دائرة شهاد التي تعتمد على 4 عناصر: التخطيط، التنفيذ، المراقبة، والفعل ودراسة النتائج وتحديد التوقعات وطرق التعديل. وبعد ذلك أيضا شوارت يعتبر مثل دومينج من يعني المختصين في الأحصاء الذين حاولوا أنهم يطبقون الأحصاء للرفع من مستوى الجودة. ثم بعد ذلك تحدث عن رونالد فيشر وهو مختص في الأحصاء، وهو أول من يعني قام بتطبيق الجودة الإحصائية وأنشأ معهد يعني في الهند بخصوص الجودة الإحصائية، وساهم في تطوير أساليب الجودة الإحصائية وتطويرها عبر مخططات ضبط الجودة. ثم قدمنا المساكي إيماي وهو الأب الروحي لمفهوم الجامبا كايزن. وأيضا لمفهوم التحسين المرن، وقد يعني ترجم كتابه إلى 14 لغة، حيث تحدث عن يعني الكيزن، الكلمة الإنجليزية، الكلمة اليابانية التي تعني التحسين الجيد، واشتهر بعرض فلسفة الإنتاج المرن. ثم قدمنا تايشي أونو، ومن أهم أسهاماته في تطوير الإنتاج اللحظي، وخاصة ما يسمى منظومة الخمسة إس، بتعرف الإس الخمسة إس بالياباني، ساي وسايتون وسايسو وسايكوتسو وشيتسوكي، بتعرف غير مطالبين بالياباني، ولكن يعني تعريفها أنه يعني التحسين الجيد يتم عبر 5 عناصر، وهي التنظيم، التصفية، التنظيف، التقييس، والانضباط. وبالطبع كان في آخر المحاضرة رقم 8 وضحنا كيف أن المنهج الياباني يعتمد على مشاركة العاملين وتمكينهم. كان هذا بالنسبة للجدول. يعني أهم شيء نأخذ الـ4 مصطلحات، لأنه الياباني غير مطلوب بالإنجليزي، ايضا ليس هناك اسئله بالانجليزي، فيعني المطلوب ان الطالب يعرف يعني ما معنى التنظيم والتصفيه والتنظيف والتقييس والانضباط واهميتها في التحسين المستمر. واضح ابراهيم؟ واضح بخصوص الجدول؟ نعم. اذا نجيب على الكويز اختبار سريع متعلق بالمحاضره المرئيه رقم 8. فقسم كروسبي التكاليف إلى فئتين: ألف التكاليف المقبولة والتكاليف الغير مقبولة، باء التكاليف المقبولة والتكاليف الخفية، جيم التكاليف المقبولة والتكاليف المعقولة، جميع ما ذكر. المعيد هو المعتمد هو ما هو موجود في محاضرات المرئية المصورة، لا فائدة كل حصة هل هذا مطلوب أم غير مطلوب، ما هو موجود في المحاضرات المرئية المصورة مطلوب دون الدخول في التفاصيل. فإذا الإجابة هي ألف، قسم كروس بي التكاليف إلى فئتين: ألف التكاليف المقبولة والتكاليف غير المقبولة. الإجابة هي ألف. إذا السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية
رقم 8. فإذا فيليب كروسبي أول ما نادى بالعيوب القطرية فيليب كروسبي هو أول من نادى بالعيوب الصفرية والذي ألف يتفق فيه مع فكرة المستويات المقبولة الجودة والنسب المسموح بها الأخطاء والعيوب با يخالف فيها فكرة المستويات المقبولة الجودة والنسب المسموح بها الأخطاء والعيوب جيم والذي لا يهتم فيها بفكرة المستويات المقبولة الجودة والنسب المسموح بها الأخطاء والعيوب دل جميع ما ذكر. الإجابة فعلا هي صحيحة با فيليب كروسبي أول من نادى بالعيوب الصفرية والذي إذن فعلا إجابة باء يخالف فيها فكرة المستويات المقبولة الجودة والنسب المسموح بها الأخطاء والعيوب. السؤال الثالث اعتبر بيتيلز القيادة المحور الجوهري والمركزي في عملية تحسين جودة تحت مصطلح جديد تبناه وهو ألف القيادة من أجل الإدارة باء القيادة من أجل الريادة جيم الإدارة من أجل القيادة ذل جميع ما ذكر. إجابة صحيحة فعلا هي جيم. فاعتبر بيتيلز القيادة المحور الجوهري والمركزي في عملية تحسين الجودة تحت مصطلح جديد تبناه وهو إذن الإجابة جيم الإدارة من أجل القيادة. السؤال الرابع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 8. الأسئلة والإجابات كلها موجودة في المنتدى فنحاول أننا نجد الحلول بدون أن نرى هذه الحلول. فمن السؤال الرابع من هو وزير التجارة الأمريكي الذي أسس جائزة عرفت باسمه يديرها المعهد القومي للمعايير والتكنولوجيا وتشرف عليها الجمعية الأمريكية للجودة؟ ألف مالكوم بادريتش، با توم بادريتش، جين فرانك بادريتش، دان تير بادريتش. الإجابة الصحيحة هي ألف. وزير التجارة الأمريكي الذي أسس جائزة عرفت باسمه يديرها المعهد القومي للمعايير والتكنولوجيا وتشرف عليه الجمعية الأمريكية للجودة إذن هو مالكوم بادريتش. السؤال الخامس الإجابة بصح أم خطأ. أهم سمات أنو كانت في نظام الإنتاج اللحظي بالإضافة لما يصطلح عليه بالمنظومة 5S التي تمثل تقنية أمريكية لإنشاء وصيانة بالجودة ضمن المنظمة. هل هذا صحيح أم خطأ؟ هذا فعلا خطأ. فأهم سمات أنو كانت في نظام الإنتاج اللحظي بالإضافة لما يصطلح عليه بالمنظومة 5S التي تمثل تقنية بنية وليس التقنية الأمريكية لإنشاء وصيانة الجودة ضمن المنظمة. لنمر إلى المحاضرة المرئية رقم 9 وأمامكم الاختبار السريع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 9 ونص السؤال يقول إذا تدرجنا مع التسلسل التاريخي نجد أنه في عام 2000 قبل الميلاد يعود تاريخ الجودة إلى القوانين التي وضعها ألف فرعون باء حمرابي ملك بابل جيم قارون بل جميع ما ذكر. ودخلنا في هذه المحاضرة إلى فصل المرجعية الإسلامية الجودة ولكن قدمنا أفكار بخصوص الجودة قبل العصر الإسلامي ووضحنا كيف أن القدماء في تبادلاتهم التجارية كانوا يستعملون وحدات قياس الأطوار والأوزان وبالتالي يعني هذه تعتبر يعني نعتبرها وسائل لقياس مستوى الجودة. فنجد يعني على أرض الواقع من قبل آلاف السنوات أن مصطلح الجودة ورد في كثير من يعني أعمال الشعوب القديمة وجدنا أنها تستعمل. فإذا تدرسنا مع التسلسل التاريخي نجد أنه في عام 2000 قبل الميلاد يعود تاريخ الجودة إلى القوانين التي وضعها حمورابي ملك بابل حيث أن هذه القوانين تحدثت عن تكاليف ورسوم الخدمات المقدمة أيضا وعقوبات متعلقة بالأخطاء
ويعني أيضا يعني قوانين للتوفيق بين الجودة وتكلفة الخدمة. ومن زار متحف اللوفر في باريس يجد يعني لوحة ضخمة هي عبارة عن عقوبات خاصة بالإهمال والتدني في مستوى الأداء في عصر حمورابي. أيضا يعني في القرن الخامس قبل الميلاد ورد مجموعة من الكتب يعني في الحضارة المصرية تتحدث عن يعني الانحرافات والتجاوز عن المعايير كيف كان يعتبر جريمة. أيضا في عهد الإغريق طلب أبو قراط من تلاميذه تأديب يمين القسم. بالطبع الأسئلة هناك كوز وفي المنتدى الأسئلة بالإجابات وفي النهائي هناك 40 سؤال. وقلنا إذا في عهد الإغريق طلب بخلاف من تلاميذه تأدية يمين القسم على أنهم سوف يقدمون إلى زبائن أفضل خدمة وأفضل منتج يمكن تقديمه. ونجد يعني أنه في الحضارات يعني الرومانية والصينية والعربية يعني ممارسات ويعني تدل على أنه كانت هناك جودة مثل يعني مثلا سور الصين، الأهرام، الجنائن المعلقة في بابل، هذه كلها تدل على أن كان نعم. لما يعني نتقدم في محاضرات إن شاء الله يعني أنشئ بعض التكاليف. بالطبع التكاليف هذه يعني فقط يعني لتدريب الطلاب على الاختبارات لكن ليس يعني عليها درجات يعني. فإن شاء الله نحتاج نتقدم في المحاضرات لكي يعني أنشئ التكاليف. جزاكم الله خير. قلنا أن العمادة تؤكد على أن محتوى المحاضرات المرئية المصورة هو المعتمد، فلا يعني كل محاضرة يعني نفس الشيء، نخرج عن الموضوع. جزاكم الله خير. إذا الجودة في العصر الإسلامي يعني العصر الإسلامي ظهرت نتائج جودة خاصة في العصر الأموي العباسي والأندلسي، و وضحنا أن يعني في القرآن والسنة لم ترد يعني يعني كلمة الجودة، ولكن هناك مصطلحات مرادفة للجودة وهي الـ يعني مثل الإخلاص والإتقان والسداد والإحسان. سأحاول يعني أني أفسر المصطلحات هذه بطريقة بسيطة قبل أن أدخل في التفاصيل، وأيضا إن شاء الله يعني تجدون في المنتدى بعض المعلومات الإضافية تبسط هذا الموضوع. بالطبع دائما أؤكد على شيء، أن المواضيع الإضافية في المنتدى أو في المحاضرات الحية غير مطلوبة يعني. فقط المطلوب في الاختبار ما هو موجود في المحاضرات المرئية المصورة. فإذا يعني ستجدونه إن شاء الله في المنتدى بخصوص المرجعية الإسلامية جودة كإضافات، فقط لتوضيح ما هو موجود في المحاضرات المرئية المصورة. الآن نبدأ بموضوع الإخلاص، يعني بكل بساطة قبل ندخل في التفاصيل، الإخلاص هو داخلي. الإخلاص داخلي، يعني لما ننظر إلى إنسان يعمل لا نستطيع نرى هذا الإخلاص، بينما الإتقان خارجي. الإتقان خارجي، يعني نجد إنسان يعمل نراه يعمل نستطيع نقول هل هذا يتقن عمله أم لا. فإذا الإخلاص داخلي والإتقان خارجي. هل هذا واضح الفرق الأول بين الإخلاص والإتقان؟ هل واضح الفرق بين الإخلاص والإتقان؟ واضح. نعم. إذا بصفة عامة إذا كان الإنسان يتقن عمله ففي الأكثر وإن كنا نرى ذلك يكون عنده إخلاص. يعني لم نجد مثلا إنسان يتقن عمله ولكنه غير مخلص. ولكن إذا كان ليس له إخلاص فنجد أنه العمل غير مفقود. فبالتالي نستطيع نقول أن كلما ارتفع الإخلاص ارتفع مستوى الإتقان. هل هذا واضح الفكرة؟ كلما ارتفع مستوى
الإخلاص اللي هو داخلي ما نراه كلما ارتفع مستوى الإتقان. نعم. الآن إذا فهمنا هذا نستطيع نمر إلى موضوع الإحسان. الإحسان هذا مستوى. الإحسان هذا مستوى. إنسان مثلاً يقوم بعمل جيد نقول له أحسنت. طالب له مثلاً درجة ممتازة نقول له أحسنت. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذاً يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان هي أعلى درجات الجنة. فإذاً الإحسان هو أعلى مستوى. نعم يمكن يعني مثلا أعطيكم حديث أو آية وأسألكم هذا المرتبط بماذا؟ سنأخذ أمثلة إذا كان تريدون. نعم بالطبع نأخذ المفهوم الذي يعني يتماشى مع المحاضرة. ف يعني أحمد بالنسبة لنا موضوعنا الجودة، فأنا نخرج كثيرا نحاول أننا نفهم ما هو مطلوب، يعني حاولوا أن نركزوا ما نخرج عن الموضوع. هذا موضوع جزاكم الأخير حساس شوي، ف يعني نفهمه وبعد ذلك نسأل أشياء جانبية. حاولوا يعني تركيز معي لو سمحت. فإذا انتبهوا، قلنا أنه الإخلاص داخلي والإتقان خارجي. فإذا كان الإخلاص منخفض يكون الإتقان منخفض، واضح ذلك؟ الإخلاص إذا كان منخفض الإتقان يكون منخفض، هل هذا مفهوم أم لا؟ نعم. إذا كان الإخلاص متوسط، مستوى الإخلاص متوسط، يكون الإتقان مستوى كيف؟ متوسط ممتاز. وإذا كان المستوى الإخلاص مرتفع يكون مستوى الإتقان، نعم ممتاز على خطر دي، مستوى الإتقان يكون مرتفع. أعلى الدرجات في الارتفاع، أعلى الدرجات في الارتفاع هو الإحسان. يعني إذا كان وصل الإخلاص الداخلي إلى مستوى الإحسان فإن مستوى الإتقان يصل إلى مستوى الإحسان. هل واضح المفهوم هذا؟ هذا نريد أن نصل إليه وسأوضحه بمعلومات إضافية في منتدى. فإذا وصل الإخلاص إلى مستوى الإحسان رفعنا الإتقان إلى مستوى الإحسان. فهذه هي الفكرة التي نريد أن ننطلق منها. يعني نريد أن يعني نحن نريد جودة في العمل، يعني نريد أن الموظف والعامل والمدير والقائد كل يتقنون عمله. فنريد أن نفسر بالمنهجية الإسلامية أن لكي هذا الإتقان يرتفع لابد أن الإخلاص من الداخل يرتفع. بالطبع لما نقول إخلاص يعني صدق، لابد أن يكون هناك صدق ومن الداخل هذا يرفع الإخلاص. فإذا أردنا أن الإتقان يصل إلى القمة فيجب أن يرتفع الإخلاص إلى مستوى القمة الذي هو الإحسان. فالهدف هو من خلال المرجعية الإسلامية أننا نصل إلى الإحسان في الإخلاص لكي نصل إلى الإحسان في الإتقان. واضح الثلاثة هذا الإخلاص والإتقان واضح. إذا بقي ماذا؟ الرابع. الرابع هو السداد، المصطلح الرابع السداد. وهذا أيضا في بعض الأحيان في بعض الإشكاليات، خاصة لما نقرأ مثلا في بعض الشهادات أو في مثلا بعض الاستدعاءات، مثلا في النهاية يكتب ندعو لك بالتوفيق والسداد. هل هذا ما معنى هذا؟ هل يعني أنه التوفيق يأتي قبل السداد؟ لابد أن نفهم إذا هذا السداد ما معنى السداد. السداد يعني توجيه، يعني خاصة مثلا تحط مثلا الصيد. الكثير منكم ربما نعرف انه يحب الصيد او مشاهدة الصيد. الصيد لما يذهب يصطاد يجد فريسة امامه، اذا اداة الصيد يوجهها نحو الفريسة، يسدد اداة الصيد، يسدد اداة الصيد. فاذا هل هو يعني باب السداد قد يوفق او لا يوفق؟ هل يعني
يستطيع أنه يعني أي هل يستطيع أنه يصيب الهدف قبل تسديد أداة الهدف؟ فالسداد مفترض قبل التوفيق، يعني يسدد يوجه، وبعد ذلك قد يوفق وقد لا يوفق، يعني هذا هو. يعني لذلك هو مفترض، يعني إذا نأخذ هذا المفهوم، أنه ندعو لك بالسداد يعني التوجيه، وبعد ذلك يعني قد يأتي التوفيق وقد لا يأتي التوفيق، والتوفيق من الله وأيضا السداد من الله. يعني نحن الآن يعني نبحث عن السداد، السداد يعني أن الله سبحانه وتعالى يوجهنا، يوجهنا. فبالطبع احنا الآن هذا التوجيه، ما هو الهدف منه هذا التوجيه؟ أننا نحصل على الإخلاص وبالتالي الإتقان والإحسان، هذا هو يعني الهدف من السداد. يعني الله سبحانه وتعالى إذا سددنا ووجهنا يعني إلى الطريق المستقيم، فهذا يجعلنا صادقين مع الله، وهذا يرفع من الإخلاص. وإذا كان رفعنا مستوى الإخلاص إلى الإحسان، فإننا نرفع إتقاننا في عمل إلى مستوى الإحسان. الواضح يعني السداد والإخلاص والإتقان والإحسان الأربعة مع بعض. نعم، إذن الفكرة أيضا هي بالطبع، قلنا أننا لما نبحث نحن عن شيء نذهب إلى السوق نشتري. السداد هذا هو منا من الله، يعني منا من الله، هو مفترض يعني مجانا نأخذ من الله. ولكن يعني تخيل أنت لو عندك شيء وجاء شخص وطلب منك أن تعطيه ذلك الشيء مجانا، هل تعطيه أم لا؟ ربما تفكر أعطيه أو لا أعطيه. فتخيل أن ذلك الشخص يعاملك معاملة سيئة ويقول لك أعطيني هذا الشيء مجانا، لكن أكثر بسبب معاملته السيئة لن تعطيه. هو فرضا يعاملك معاملة يعني حسنة ويطلب منك شيء تملكه مجانا، قد تفكر قد تعطيه ولا تعطيه. أنت الآن تطلب شيء عظيم من الله، وهو هذا السداد، لأنه إذا كان وجهك تتحصل على الصدق وتتحصل على يعني الإخلاص والإتقان. فمفترض إذن لكي نأخذ السداد من الله مجانا، مفترض أننا يعني نعمل الأشياء التي يعني ترضي الله سبحانه وتعالى. هل يعقل أنك تعمل أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى ثم تطلب منه مجانا أن يعطيك السداد اللي هو شيء عظيم الذي وراءه الصدق وراءه الإخلاص والإتقان إلى آخره؟ هذه الفكرة، الفكرة الأساسية هو الإنسان يعني لابد أن يتقي الله. لذلك دائما تلاحظون أني أبدأ يعني محاضرات بآيتين من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لاحظت دائما أبدأ المحاضرات بهذا، وفسرت ذلك يعني اتقوا الله، يعني نتقي الله سبحانه وتعالى، نعمل الأشياء التي يعني ترضي الله سبحانه وتعالى، فالله يسدد لك. قولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا. تخيل أنت تقول قولا سديدا، أنا أعطي محاضرة هذه أقوال، أنت تجيب هذه أقوال، أنت تجيب في الاختبار هذه أقوال، فهمني. لو تتقي الله سبحانه وتعالى وترضيه يسدد تلك الأقوال، فماذا يحدث؟ سورة الأحزاب 70 و71، يصلح لكم أعمالكم. شوف أنا أصلح الأعمال مرتبطة بالسداد، مرتبطة يعني بالأقوال، والأصل في ذلك تقوى الله، ويغفر لكم ذنوبكم. ثم ومن يطع الله ورسوله ماذا؟ فقد فاز فوزا عظيما، يعني فوز في الدنيا وفوز في الآخرة. يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه الصدق ويعطيه الإخلاص ويعطيه السداد ويعطيه يعني ما شاء الله الاي بلس في الاختبارات والنجاح والوظيفة، ويعطيه كل شيء يعني في الدنيا، ومع هذا في الآخرة الجنة والإحسان في الجنة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والذين أحسنوا الحسنى وزيادة، آمين رب العالمين. والذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني حتى القمة في المرحلة الإسلامية هناك ما فوق القمة، يعني الذي يصل إلى القمة الذين أحسنوا الحسنى، يعني القمة هي الحسنى أعلى مراتب الجنة، ولهم الزيادة وهو النظر إلى وجه ربك الكريم. أتمنى أن هكذا طريقة بسيطة يعني وضحنا فيها السداد وال يعني الإخلاص والإتقان
والإحسان التي هي يعني يعني مفردات التي يعني ربما يعني ليس هناك تراد في مصطلح الجودة الذي ليس موجود هكذا باللفظ في النصوص القرآنية والأحاديث. إذا كان هذا واضح وإن شاء الله يعني مثل ما قلت تجدون توضيحات إضافية في المنتدى، نستطيع إذا ندخل يعني تفاصيل المحاضرة وتكون أمور يعني يعني الله مثلا في أول ما ابتدينا في المحاضرة. نعم ويزيد من فضله. نعم ممتاز جزاك الله خير أخ إبراهيم. فيعني مثلا الجودة والإحسان، يقول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا فسرنا معنى الإحسان وأعطينا بعض يعني الآيات وأيضا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على معاملة الناس الحسنى والتزام الأخلاق الحسنة، وأعطينا الحديث اتق الله حيثما قلت وأتبع السيء الحسن وخالق الناس بخلق حسن. ثم قلنا أن الإحسان في العمل ذو شقين، الأول استخدام أقصى درجات المهارة والإتقان فيه، وأما الشق الثاني فهو التوجه بالعمل لله عز وجل. ويعني عددنا من يعني الآيات وقلنا لأجل الحصول على الإحسان هناك سلسلة من السلوكيات، ألف الحث على الإحسان في العمل، باء الحث على العمل الصالح، جيم التأكيد على إتمام العمل وإكماله على أفضل وجه. فمثلا في موضوع الحث على الإحسان في العمل أعطينا يعني الآية 90 من سورة النحل، أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأيضا يعني جاء الاقتراب بين الإيمان والتقوى والإحسان. وأيضا يعني تحدثنا على أن شمولية المنهج الإسلامي وتخطيطه لكل جوانب الحياة الإنسانية وكبته دعوة الإسلام الإنسان إلى الإحسان. ويعني قدمنا مجموعة من الآيات في كيف أن الإسلام يحث يعني على الإحسان والإتقان، وبعض أعطينا بعض يعني الأحاديث في هذا الموضوع. ثم تحدثنا بعد ذلك عن الحث على العمل الصالح، حتى القرآن الكريم في كثير من آياته على العمل الصالح، ومن ذلك قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويعني أيضا يعني أعطينا أمثلة من سورة القصص والتوبة والبقرة والواقعة. وختمنا المحاضرة المرئية رقم 9 بأن العمل الصالح في الإسلام يتصف بالشمول والتنوع. مثل ما قلنا أعطيك النص القرآني والحديث وأطلب من أن يعني مرتبط بأي يعني موضوع. فسنعطي أمثلة إن شاء الله يعني في الأسئلة أو يعني لما في الحلقات المراجعة، إن شاء الله نخصص الحلقة الأخيرة المحاضرة الحية الأخيرة للمراجعة فنعطي يعني أمثلة لذلك نتدرب عليه. فإن شاء الله الأمور سهلة وفي متناول الجميع. آخر ما قلناه في المحاضرة المرئية رقم يعني 9 أن العمل الصالح في الإسلام يتصف بالشمول والتنوع، وهو لا يقتصر على جلب الخير النافع وإنما يتعداه إلى محاربة الشر الضار. والعامل الصالح يحتاج إلى آداب وتربية وتدريب على أدائه وتوفير مؤسسته. نعم كل المحاضرات هم 12 محاضرة، فنحاول أننا يعني لا نضيع الوقت، نحاول في المحاضرة رقم 11 ننهي يعني يعني الأفكار الأساسية لكي نخصص المحاضرة رقم 12 يعني للمراجعة. وبالطبع يعني إن شاء الله في الأسبوعين الأخيرين يكون يعني عندنا محاضرتين يعني في أنا يعني لمدة 10 أسابيع نحتاج إلى في آخر الأسبوعين إلى محاضرتين إضافيتين. فإن شاء الله يعني ننتظر التعليمات لماذا
لكي نبرمج محاضرتين حتى يعني لا يكون هناك تعارض مع بقية يعني المقررات. فإذا نجيب على كوز اختبار سريع متعلق بالمحاضرة الإشكالية من أنه يعني تحميل أسئلة أو وثائق في بعض الأحيان بسبب النت قد يتسبب في تعطيلات، فنحاول أن نضح معنا المنتدى وكل طالب يحاول أنه يعني يكون عنده موجودة تلك الأسئلة، ويعني حتى ما يعني نسهل الأمر على الجميع. فإذا إذا تدرجنا مع التسلسل التاريخي نجد أنه في عام 2000 قبل الميلاد يعود تاريخ الجودة إلى قوانين التي وضعها، نعم موجودة في المنتدى. إذا تدرجنا مع التسلسل التاريخي نجد أنه في عام 2000 قبل الميلاد يعود تاريخ الجودة إلى القوانين التي وضعها إذا ألف فرعون باء حمورابي ملك بابل جيم قارون بل جميع ما ذكرها، فالإجابة الصحيحة هي الباء. فإذا تدرجنا مع التسلسل التاريخي نجد أنه في عام 2000 قبل الميلاد يعود تاريخ الجودة إلى القوانين التي وضعها إذا حمورابي ملك بابل. السؤال الثاني المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 9، ارتبط مصطلح الجودة في الإسلام بمفردات ومصطلحات ذات علاقة، من أبرزها ألف السداد باء الإحسان والإخلاص جيم الإتقان بل جميع ما ذكر. فعلا بل جميع ما ذكر، ارتبط مصطلح الجودة في الإسلام بمفردات ومصطلحات ذات علاقة من أبرزها إذا جميع ما ذكر السداد والإحسان والإخلاص والإتقان. السؤال الثالث، ظهرت على كل يعني ليس هناك إشكال هذه، يعني كل الأسئلة موجودة في المنتدى، يعني تستطيعون أنكم يعني ترجعون إلى المنتدى وهناك الإجابات. السؤال الثالث، ظهرت نتائج الجودة خاصة في العصر الإسلامي، ألف الأموي باء الأموي العباسي جيم الأموي والعباسي والأندلسي دل شيئا مما ذكر، وكان الإجابة الصحيحة هي جيم. ظهرت نتائج الجودة خاصة في العصر الإسلامي الأموي والعباسي والأندلسي. السؤال الرابع المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 9، إذا مهدت الحضارة الإسلامية منهجا لتطوير المستمر للجودة عن طريق الارتقاء بمستوى التفكير البشري والمعيشي للأفراد والمجتمعات من خلال إعطاء السيادة لي، ألف ممارسة العبادات التي يتمرن الفرد فيها على الإخلاص الذي أساس جودة الأداء الذي هو أساس التحسين والتطوير، ب للعلم المعرفة والإتقان وممارسة العبادات التي يتمرن الفرد فيها على الإخلاص الذي أساسه جودة الأداء الذي هو أساس التحسين والتطوير، جيم العلم والمعرفة والإتقان والتفكير الإيجابي وممارسة العبادات التي يتمرن الفرد فيها على الإخلاص الذي أساسه جودة الأداء الذي هو أساس التحسين والتطوير، دل شيئا مما ذكر. الإجابة الصحيحة جيم، فقد نهضت الحضارة الإسلامية منهجا للتطوير المستمر للجودة عن طريق الارتقاء بمستوى التفكير البشري والمعيشي للأفراد والمجتمعات من خلال إعطاء السيادة لي، إذن الإجابة جيم، العلم والمعرفة والإتقان والتفكير الإيجابي وممارسة العبادات التي يتمرن الفرد فيها على الإخلاص الذي أساسه جودة الأداء الذي هو أساس التحسين والتطوير. السؤال الخامس والإجابة به صح أم خطأ، في عهد الإغريق طلب بقراط من تلاميذه تأدية يمين القسم على أنهم سوف يقدمون إلى زبائنهم أفضل خدمة وأفضل منتج يمكن تقديمه، هل هذا صحيح أم خطأ؟ فعلا هذا صحيح. وإذا نمر إلى المحاضرة المرئية رقم
10 وأمامكم الكويز المتعلق بالمحاضرة المرئية رقم 10.5. السؤال يقول: العمل الصالح ينبغي أن يكون ألف أخلاقيا فقط، ب ناجحا فقط، جيم أخلاقيا وناجحا، دل ليس هناك ملخصات. يعني المعتمد من العمادة هو محتوى المحاضرات المرئية، ملخصات للعمل الطلاب، ودائما يكون فيها خطأ، وفي أحد الاختبارات السابقة كان في خطأ في أحد الملخصات وتسبب في إشكال للطلبة. فالرجاء الاعتماد على المحاضرات المرئية المصورة. إذا وصلنا الحديث عن الحث على العمل الصالح، وقلنا أن العمل الصالح ينبغي أن يكون أخلاقيا وناجحا، فإذا كان أخلاقيا وغير ناجح لا يجلب منفعة ولا يدفع ضررا، وإذا كان ناجحا وغير أخلاقي فإنه يجلب ضررا، وإذا اجتمع الاثنين فيه كان عملا نافعا غير ضار. وقدمنا يعني بعض آيات والتي توضح ارتباط الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر يعني بالعمل الصالح، وتحدثنا عن التأكيد على إتمام العمل وإكماله على أفضل وجه. ويعني يقول الله تعالى يعني في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإسلام العمل من مظاهر الوفاء، وقد وصف سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بقوله: وإبراهيم الذي وفى. ثم تحدثنا عن الجودة والإخلاص، ويعني عرفنا بالإخلاص، ويعني أعطينا بعض الأمثلة، مثلا من سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. وقلنا: العمل المقبول أو معياران أولهما أن يكون خالصا لوجه الله، وثانيهما أن يكون صوابا. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. وتحدثنا عن متطلبات الإخلاص في العمل، وقلنا أن الإتقان مظهر أيضا مظهر إخلاص العمل، وهو يكون في يعني جميع الأعمال. وتحدثنا عن الإتقان وعطينا بعض الآيات، مثل قوله تعالى: لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. فيقول تعالى: ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يعني تحدثنا عن الإتقان والمهارات، وأختمنا بالعلاقة بين الجودة والإحسان. وكان آخر يعني عنصر تحدثنا عنه عن يعني السداد، وفصلنا في بداية المحاضرة مفهوم السداد وكيف أن يحتاج السداد لالتزام الأمانة في أداء العمل، و يعني أيضا استشعار المسؤولية والتزام الدقة والإجادة. ويعني قلنا أن في الأخير أن الإنسان محاسب على عمله، سواء أبداه من الناظرين أو أخطأ، فالله عز وجل مطلع على عمله وسيحاسبه. ويتضح ذلك في قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. إذن الساعة 10:45 يعني وصلنا إذن إلى نهاية هذه المحاضرة. إن شاء الله المحاضرة القادمة مباشرة نجيب عن الأسئلة. في نهاية هذه المحاضرة أرجو أن تكونوا قد استفدتم من محتواها. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أسأل الله عز وجل وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إن شاء الله تكتب أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجه الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.